انت بتقولي اللعبة عندهم قديمة، ومع هذا اعتقد ان لغاية يومنا هذا برضو مش منتشرة الانتشار الكافي، يعني مش كل الناس حتى ممكن تبقى سمعت عن الرياضة دي، فعايزينك برضو يعني تلخص لنا كده باختصار شديد اللعبة دي، يعني قوانينها ايه، عبارة عن ايه، شكل المنافسة فيها بيكون عبارة عن ايه؟ هي لعبة جماعية بتدل، هي اصلها هندي، التشابك اليد للحفاظ على الحصن، يعني المفروض ان اللي جاي ده ما يعديش الخط بتاعي. أوكي. احنا 12 لعيب بيبقوا 5 احتياطي و7 في الملعب، السبعه اللي في الملعب دولت المفروض ان يبقى فيه هجمه وهجمه، مده الهجمه 30 ثانيه، خلال 30 ثانيه انت بتعدي خط النص، الملعب 13 في 10 متر، المفروض لما اول ما بعدي الخط بفضل اقول كبادي كبادي، ما بفصلش، لو فصلت بيتحسب عليا نقطه، بتعاد عليا الهجمه من اول وجديد. طيب رددوها في طول ما انا شغاله. أوكي. لازم انا اروح المس اكبر عدد، لمست 5 باخد 5 بوينت. اوكي. فبالتالي كل ما انا اكون اللعيب اللي رايح يعمل هجمه بيبقى عليه حمل ان هو لعيب قصاد 7 لعيبه الناحيه الثانيه، فلازم يبقى عندي كمان الذكاء وسرعه في رد الفعل وسرعه ان انا داخل ليا هدف اتحرك ازاي. الناحيه الثانيه 7 بيبقوا واقفين بيحافظوا على بعضهم، لازم يكون في ترابط ما بينهم. قدرنا نعمل ترابط ما بيننا، اللي جاي ده مش عارف ياخد مننا نقطه، حتى لو لمس حد نعرف نمسكه. لكن لو احنا الدنيا مش معانا، مش متظبطه مع الفرقه، مستحيل هياخد النقطه، ياخد 2 وياخد 3 واحنا اللي هنخسر في الاخر. فاللعبه بتعلمك ازاي يبقى في ترابط ما بين الفرقه وما بين بعضها، وتتنسك الذات شويه، لان اللي عندك لا انت بتدور على زميلك ان ما يتلمس، لازم تلمس تمسك اللاعب اللي لمس زميلك بسرعه، عينيك على زميلك اللي في الاخر على الوينجين. اللعبه مشوقه جدا وانتشرت جدا الفتره اللي فاتت، اطفال صغيره بيجي يلعبوا، لان هي لعبه سهله وبسيطه، هي بس يعني التكنيك بتاعها محتاجه حد مهاري كويس، حد يعني ذكي عنده رد فعل سريع. لعبه بسيطه ومبسطه وسهل ان انت تعمل فيها انجاز.